كل المكونات المجتمعية والقبلية والسياسية التي تدعي حبها لحضرموت لم تنجح في تنفيذ الأهداف النبيلة لأبنائها، فهي تتقدم خطوة للأمام وتتراجع خطوات للخلف، والسبب أنها بقيت في نفس تقوقعها وتسعى لتنفيذ أجندات أحزابها ومكوناتها على حساب حضرموت أرضاً وإنساناً. نبدأ نشرتنا الإخبارية بمحورنا لهذا اليوم، مستقبل حضرموت في المعترك السياسي. أهلا بكم. لا تزال جماعة الإخوان تسعى لتشتيت المشهد السياسي في البلاد، وتحصلت على مساحة واسعة عند من فقدوا مصالحهم وتجففت عنهم منابع النهب والفيدي في الجنوب، وخشيتهم من نفوذهم في سقوط نفوذهم في وادي حضرموت، مثل خسارتهم شبوة وأبين في معركة دحر الإرهاب وفلوله المتمردة، وسعيهم لبقاء تواجد قوى الشمال في وادي حضرموت دون أي اعتبار لإرادة الشعبية المطالبة برحيل قوى التطرف والإرهاب. في غضون ذلك، دعا محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة خلال اجتماع للجنة الأمنية، دعا إلى رفع الجاهزية وتفعيل التوجيه المعنوي لجميع الألوية والوحدات لضحض التأثيرات والتداعيات المغرضة عبر الإعلام الموجه والتعامل بقدر كاف من المسؤولية مع المواطنين. وحي المحافظ جهود القادة والضباط والصف والجنود في المؤسسات العسكرية والأمنية في مختلف مواقع شرف المدن والجبال والهضاب والصحراء الذين يسهرون لحفظ الأمن واستقرار سكينة المواطنين، مؤكدا أن هذه التضحيات وما تقوم به الأجهزة العسكرية والأمنية بوصفه واجبا وطنيا يحظى بالتقدير والعرفان لدى قيادة السلطة المحلية وأبناء المحافظة كافة. ووجه المحافظ بن ماضي رسالة لأبناء حضرموت في كافة مدنها وقراها، ويأتي اجتماع اللجنة الأمنية بحضرموت المتأخر في ظل محاولة يائسة من قوى الإخوان وقوى حضرمية مرهونة للشمال تحاول استهداف القوات العسكرية الحضرمية والجنوبية شركاء التحالف العربي في مكافحة الإرهاب في المنطقة. قال محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية خلال اجتماع للجنة الأمنية بالمحافظة أنه آن الأوان للاجتماع على كلمة سواء، ويكفي من اتهامات وتخوين لبعضنا البعض خاصة في ظل المعترك السياسي الحالي، مضيفا أنه يجب أن نتفق لنحدد موقع حضرموت والتي يجب أن تكون رقما لا حاصل قسم لهذه المعادلة أو تلك. ومن خلال اجتماعنا هذا نتوجه لكل أبناء حضرموت في كافة مدنها وقراها ونقول لهم: أفلا آن الأوان أن نجتمع على كلمة سواء؟ ألا يكفينا اتهامات لبعضنا البعض؟ ألا يكفينا تخوين بعضنا البعض؟ لقد سنحت لنا فرصة لن تتكرر، دعونا نغتنمها. معادلات سياسية تلوح في الأفق، أين موقعنا منها؟ وهل نحن رقم أم سنكون حاصل قسمة في هذه المعادلة أو تلك؟ دعونا نكبر بحجم حضرموت، والأمل فيكم كبير وفي جمع كلمتكم وتوحيد الرأي لما هو في صالح حضرموت وأهلها.
كما أكد المحافظ بن ماضي أن المرحلة الحالية مرحلة اصطفاف وحسم، فما تعانيه المحافظة من الخلاف الحالي أكبر مما تعانيه في ملف الخدمات، الذي أكد أنه سيتم وضعها أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي في زيارته المرتقبة إلى محافظة حضرموت. المرحلة ليست مرحلة انتخابات حتى تتجاذبكم الأهواء السياسية والحزبية، المرحلة مرحلة اصطفاف، مرحلة اصطفاف وحسب، فما نعانيه من هذا الخلاف أشد مرارة مما نعانيه من ملفات الخدمات الشائكة رغم صعوبتها، فملفات الخدمات سيأتي يوما لحلها، وسأتجنب هنا الحديث عنها وبالذات عن ملف الكهرباء والنقص الشديد في المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل الكهرباء وعن باقي الخدمات لنضعها أمام فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي في زيارته المرتقبة إلى حضرموت قريبا. ودحضا لكل شائعات وأصوات النشاز التي تنادي بشق الصف الحضرمي والوطني، قام وفد من قيادة المنطقة العسكرية الثانية بزيارة تفقدية تعكس مدى جاهزية قوات لواء بارشيد الواقعة بالبوابة الغربية لمدينة المكلا. ويضم الوفد مستشار قائد المنطقة الثانية العميد سالم باشادي ورئيس شعبة التوجيه المعنوي العميد يسر خير الله، حيث كان في استقبالهم قائد لواء بارشيد العميد عبد الدائم الشعيبي، والذي بدوره وصف الزيارة بالنوعية والتي جاءت في وقتها المناسب لكي تدحض كل الشائعات وأصوات النشاز التي تنادي بشق الصف الحضرمي والوطني، والذي الهدف منها النيل من كبرياء وكرامة اللحمة الحضرمية والعسكرية المتمثلة في ألوية ومحاور ووحدات المنطقة العسكرية الثانية. وحي وفد المنطقة العسكرية الثانية أبطال لواء بارشيد مشيدين بجهودهم العظيمة التي بذلوها سابقا ولا زال يبذلونها بحب وعطاء للحفاظ على المكتسبات والمنجزات التي تحققت بضافر الجهود المضنية والتضحيات الخالدة التي امتزج فيها الدم الحضرمي بالدم الجنوبي، وهو ما يعد حجر زاوية وركيزة الاستتباب الأمني المستقر والنموذجي بمناطق ومدن ساحل حضرموت والهضبة. ولا تستمعون إلى الأصوات الشاذة، في أصوات شاذة في حضرموت كما في الضالع وفي لعب في كل مكان، في من يوفينا الحق كل من يكل صاحب الحق. شفت الحق ورحمة مانجبا أن الإسلام قد انكسر من الكتاب يخرج الأصاب يخرج الأصاب يقشر الأصاب. تتواصل اللقاءات القبلية بساحل حضرموت في خضم المعترك السياسي الذي تشهده المحافظة، ويرى متابعون أنه يأتي بعد تهميش موقع بعض التكتلات القبلية في المشهد السياسي القادم لحضرموت.
وقال مراقبون للشأن المحلي أن هذه اللقاءات لحشد القبائل وتوحيد صفها بعيد عن إطار قيادة السلطة المحلية بحضرموت يأتي مخالفا لما تسير عليه القوى الوطنية تماشا مع قرارات مجلس القيادة الرئاسي من أجل توحيد القوى المناهضة لجماعة الحوثي الإرهابية. أصدرت قبيلة الكثير بيان بعد الأحداث التي شهدتها مدينة سيئون والحراك الشعبي المتواصل في مديريات وادي وصحراء حضرموت، وبارك بيان القبيلة الوقفة التي نفذتها مجاميع مسلحة أمام قصر السلطان الكثيري، مطالبين أبناء القبيلة بمساندة تلك التجمعات. كما استنكر البيان الفعالية الجماهيرية الحاشدة مليونية الخلاصة المطالبة برحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى وإحلال قوات النخبة الحضرمية بديلا عنها. استنكر البيان ما صدر عن تصريحات منسوبة رئيس المجلس مطالبا بمحاسبة من فتح قصر سيئون وسمح بدخول من أسماهم بالمتظاهرين، في إشارة للمشاركين من كافة الطيف الحضرمي في مليونية الخلاصة. كما اعتبر بيان القبيلة القصر الأثري ملكية خاصة للقبيلة وهو ملك للدولة. نشرتنا الإخبارية متواصلة وفيها أيضاً اللواء البحسني يطلع على نشاط فريق الحوار الوطني الجنوبي الخارجية. الوزير العكبري يتفقد سير أعمال تأهيل المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بالعاصمة عدن. وقفة احتجاجية لمتعاقدي مكتب الصحة بساحل حضرموت للمطالبة بحقوقهم. أهلا بكم من جديد. في الرياض التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء ركن فريسال مينا البحسني عضو فريق الحوار الوطني الجنوبي الخارجي عادل الشبحي والخضر نصر السليماني، واستمع النائب البحسني من عضو الفريق إلى شرح موجز حول نشاط الفريق منذ تشكيله والمشاورات والحوارات التي أجراها مع النخب والشخصيات والمكونات في الخارج، وأبرز الخطط المستقبلية للفريق لإبراز القضايا التي يحملها. وأشاد النائب البحسني بالجهود التي يبذلها فريق الحوار الوطني الجنوبي في الخارج، حثا إياهم على مضاعفة الجهود ومواصلة اللقاءات بكافة النخب والشخصيات المقيمة خارج الوطن. ما زال عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الله العليمي يواصل غيابه عن العاصمة عدن وبقائه في الخارج تحت غطاء مباحثات تمديد وتوسيع الهدنة الأممية بعد رفض وتعنت ميليشيا الحوثي تمديدها. ويظهر الفيديو لقاء العليمي مع السفير الهولندي لدى اليمن لضمان وجود حزب الإخوان في المحافل القادمة والتغطية على كل الأعمال التي يمارسها الحزب من نهب لإيرادات الدولة وأعمال التمرد العسكري ضد القرارات الرئاسية. هذا ويمارس العليمي مهامه كممثل لحزب جماعة الإخوان من خارج العاصمة عدن مستغلا منصبه عضوا في مجلس القيادة الرئاسي لمحاولة عرقلة الجهود التي تبذل في سبيل إنهاء الأزمة اليمنية وإنهاء التمرد الحوثي الذي كشف عن التوافقات والصفقات المتبادلة مع جماعة الإخوان. أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن السيد هانس اختتام زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض بعد لقاءات متعددة مع مسؤولين ودبلوماسيين لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن. وقال مكتب المبعوث الأممي في تغريدة على تويتر أن السيد هانس اختتم زيارته إلى الرياض حيث التقى وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك والسفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرفة. وأضاف المكتب أن المبعوث الأممي التقى أيضا خلال زيارته إلى الرياض دبلوماسيين من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن والمجتمع الدبلوماسي، أشير إلى أن المناقشات ركزت على الجهود الجارية لتجديد الهدنة واستعادة المسار نحو تسوية سياسية. في العاصمة عدن جدد رئيس حكومة المناصفة دكتور معين عبد الملك تطلع الحكومة إلى تعاون دولي وإقليمي لتعزيز ودعم أنشطة وبرامج نزع الألغام وضرورة التحرك الدولي لإدانة سلوك ميليشيا الحوثي الإرهابية بشأن زراعة الألغام وانتهاك القانون الدولي. جاء ذلك خلال استقباله وفد منظمة هالو ثيرست وهي أكبر منظمة إنسانية لإزالة الألغام في العالم. وأكد رئيس الوزراء أن الألغام الحوثية المحرمة دوليا أصبحت تهدد كل منابع الحياة وبات وجودها حصادا لأرواح المدنيين وقضية مؤرقة للحكومة والمواطنين، مشيرا إلى أن ميليشيا الحوثي عمدت إلى نشر وزراعة الألغام بصورة عشوائية وغير موثقة بخرائط ما يضاعف من صعوبة كشفها والتخلص منها.
وأشاد رئيس الوزراء بجهود المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام مسامة والبرنامج الوطني لنزع الألغام، مشددا على ضرورة تكثيف الدعم الدولي والإقليمي في هذا الجانب لتفادي سقوط المزيد من الضحايا المدنيين. لذلك اطلع رئيس الوزراء من وفد منظمة هالو تريستا على برنامجها في اليمن، حيث بدأ تدريب فرق لإزالة الألغام وخططها المستقبلية بالتعاون مع الحكومة لجعل اليمن آمن من الألغام. قالت مصادر مطلعة أن الحكومة أعادت تشكيل وفدها المفاوض بمشاركة ممثلين للقوى الفاعلة. وأفادت المصادر أن الفريق التفاوضي يتكون من أحمد عوض بن مبارك رئيسا، وعضوية كل من عبد الله أبو حورية وعلي حسين عشالة وعبد الرحمن شيخ وعبد الملك المخلافي، بالإضافة إلى ناصر الخبجي وياسمين القاضي ومحمد العمراني. هذا ولم يصدر أي شيء رسمي عبر الجهات الحكومية والقنوات الرسمية للمكونات السياسية المشاركة. تفقد وزير التربية والتعليم طارق العكبري بالعاصمة عدن سير أعمال تطوير وتأهيل المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي في وحدة الطباعة بالمعلى. وطاف الوزير العكبري بأقسام فرع المؤسسة متفقدا سير العمل ومستوى التنفيذ في الموقع المخصص لنقل مخزن المؤسسة، مطلعا على الأضرار التي لحقت بالمخزن الآئل للسقوط. واستمع وزير التربية من إدارة المؤسسة إلى ما تم إنجازه من خطة الإنتاج السنوية للكتاب المدرسي في وحدة الطباعة والأعمال الجارية لتأهيل المؤسسة وكذا أعمال الصيانة، مشيرا إلى أن الدعم الذي قدمته دولة الكويت الشقيقة والمتمثل في وحدة CTB والتي تم تركيبها سيسهم بصورة كبيرة في إعداد الطباعة بجودة عالية. ووجه الوزير العكبري بسرعة استكمال التجهيزات للمؤسسة وذلك من أجل رفع مستوى الإنجاز والأداء خلال الفترة المقبلة، مشددا على دورها في دعم وإسناد قطاع التربية والتعليم. ثمن رئيس الجمعية الوطنية اللواء ركن أحمد سعيد بن بريق خلال لقائه عدد من مشائخ وشخصيات محافظة أبين بالدور النضالي لأبناء المحافظة. وخلال اللقاء قال اللواء بن بريك: إننا في اللحظات الأخيرة من عمر الحرب، ولا بد من العمل بمسؤولية أكثر تجاه الوطن وقضيته العادلة بمشاركة جميع ألوان الطيف الجنوبي، وخاصة في هذه المرحلة المفصلية والهامة التي تتطلب مزيدا من التكاتف والمؤازرة لترتيب البيت الداخلي وتوحيد الصف. من جانبه أكد الحاضرون أن محافظة أبين بحاجة إلى لملمة الشمل وإلى المزيد من الاهتمام والرعاية، وذلك للنهوض بالمحافظة من جميع الجوانب وأهمها الجانب الزراعي الذي تتمتع به المحافظة يعتمد عليه أبنائها كمصدر أساسي للدخل. هذا وفي ختام اللقاء وضعت العديد من القضايا المتعلقة بالشأن الداخلي لمحافظة أبين وتمت مناقشتها. في المكلا بحث محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي الاستثمارات المحلية والعمانية والخليجية في قطاع الأسماك بمديرية الريدة وقصيعر، وناقش المحافظ مع المستثمرين سير العمل في استكمال المجمع السمكي لتجميد وطبخ وطحن الأسماك ومخلفاتها وبيع المعدات البحرية وغيرها من المشاريع في القطاع السمكي. وأكد المحافظ دعم السلطة المحلية للاستثمار في كافة القطاعات ومنها قطاع الأسماك التي تتميز به حضرموت والتي تحتضن أكبر شركات الأسماك على مستوى الوطن، مشيرا إلى الحرص على تذييل الصعوبات وتسهيلها لضمان تنفيذ هذه المشاريع لتعود بالنفع على البلد وعلى الأيدي العاملة من المختصين وأبناء المديريات المستهدفة. دشن بمدينة المكلا فعاليات ورشة العمل حول تفعيل وتشكيل مجالس الآباء والأمهات على مستوى مكاتب التربية بساحل حضرموت لمديريات المكلا والشحر وغلبة وزيرة. واستهدفت الورشة مدراء مكاتب التربية والتعليم بالمديريات المستهدفة، رؤساء الأقسام وتعليم الفتاة والمشاركة المجتمعية والتدريب وعدد من المدارس، حيث تهدف الورشة إلى تنمية مهارات المشاركين ومعارفهم في كيفية النهوض بأداء المجالس في سبيل الإسهام الفعال لتحسين جودة التعليم وتعليم الفتاة على وجه الخصوص، إلى جانب تعريفهم بكيفية إعداد الخطط والبرامج والأنشطة وكذا تعريفهم بالطرق والأساليب الإدارية والمالية. وأشاد المشاركون بهذه الورشة كونها كفيلة لمساعدتهم في إجراء الخطط وتنفيذها للمصلحة العملية التعليمية والتواصل مع المجتمع في سبيل التعاون لإنجاح العملية التعليمية. نظم متعاقدو مكتب الصحة بساحل حضرموت وقفة احتجاجية أمام مقر مكتب الوزارة بمدينة المكلا، يناشدون فيها السلطة المحلية بحضرموت بإعادة النظر في حقوقهم المشروعة كاملة غير منقوصة. المزيد في هذا التقرير. نحو المطالبة بحقوقهم المشروعة
هكذا هي الصورة لمتعاقدي المهنة الأكثر إنسانية بمكتب وزارة الصحة بساحل حضرموت خلال مسيرهم لوقفة احتجاجية نظموها لمناشدة السلطة المحلية بالمحافظة بإعادة النظر إليهم وتمكينهم من حقوقهم المسلوبة التي لخصها هذا البيان. كما نناشد محافظي محافظة حضرموت الأستاذ مبخوت بن ماضي التدخل العاجل لوضع حل ينهي معاناتنا ويحقق مطالبنا المتمثلة: صرف الرواتب ببداية كل شهر، توظيف جميع المتعاقدين، زيادة الرواتب. عاشت إرادة المتعاقدين حرة أبية. بيان صادر عن الوقفة الاحتياجية لمتعاقدي ساحل صحة ساحل حضرموت. نقول إننا نحن سائرون قدما نحو المطالبنا التي نحن نطالب بها والتي لا زالنا قد قدمناها على عريضة من قبل، ولكن أبت هذه الجهات المختصة أن تلبي هذه الاحتياجات وهذه المتطلبات التي يحتاجها هذا الكادر الصحي. قطاع صحي بحضرموت لم يشهد تطورا ملموسا خلال الأعوام الماضية، إمكانات ضعيفة واعتماد كلي على المنظمات الدولية المانحة لرفضه بالمستلزمات والأجهزة والأدوية. بالرغم من ذلك، حقوق بسيطة يطالب بها هذا العم الذي قضى نصف عمره في هذا القطاع، وهو أبرز مثال على كثير غيره. واليوم نحن على يعني قريب 19 سنة من 2003، يعني ما اعتبر شيء متعاقد، اعتبر كموظف. يعني حتى الراتب لازم يكون فيه راتب اعلى مرتفع. نتكلم بنيابه عن المتعاقدين، انا متعاقده زيهم، صار لنا سنين طويله متعاقدين خادمين المستشفيات دي، وبادلين كل جهودنا يعني بحيث انه نوصل للمرافق الصحية الأحسن حال. إذا لم تستجب الجهات المعنية المتمثلة في مكتب الصحة مع مطالب المتعاقدين، سيتم هناك إجراءات أبرزها إضراب جزئي في البداية ثم إضراب كلي حتى تشلل العملية الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية. تجنبا لشلل الحركة الطبية بساحل حضرموت التي أشار لها المتعاقدون في الوقفة لمعالجة تلك الشائكة المرتبطة بحياة المواطنين، هل سنشاهد مستشفيات ومراكز صحية سيزيد فيها الوهن، أم أن هناك تدخلات ستقدم عليها السلطة المحلية بمحافظة حضرموت؟ أقرت لجنة المسابقات الفرعية في اجتماع لها عدد من القرارات العقابية الجزائية ضد ناديي شعب حضرموت والتضامن وجماهيرهما بشأن الأحداث الواقعة عقب المباراة النهائية التي جمعت بينهما في دوري البلدة التنشيطي، حيث أقرت اللجنة توجيه انذار نهائي لنادي التضامن مع فرض غرامة مالية 300,000 ريال وعدم مرافقة جماهير النادي لمؤازرة فريقه لخمس مباريات رسمية يقيمها اتحاد كرة القدم، وكذا إصلاح السياج الحديدي لملعب الفقير بارادم خلال مدة أقصاها 3 أيام فقط ودفع كافة الخسائر المترتبة على ذلك. كما أقرت اللجنة توجيه انذار نهائي لنادي الشعب مع فرض غرامة مالية 200,000 ريال وكذا عدم مرافقة جماهير النادي لمؤازرة فريقه لثلاث مباريات رسمية يقيمها الاتحاد. وتأتي تلك العقوبات نظرا لقيام جمهور الناديين بالدخول إلى أرضية الملعب والتشجيع من قبلهم وظهور البعض منهم بلباس مخزي لا يتناسب مع قيمنا وعاداتنا. توج المدير العام لمديرية سا عضو الجمعية الوطنية الشيخ مبارك الجابري فريق الأهلي بالخامرة بكأس ذكرى 14 من أكتوبر المجيدة، وتمكن الأهلي بالخامرة من الفوز على فريق الاتحاد بلغنا بالريدة بهدف نظيف دون مقابل، وشهدت المباراة حضور جماهيري وممثلي مكتب الشباب والرياضة بسا وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي بالمديرية، حيث تسلم فريق الأهلي بالخامرة كأس البطولة بهذه المناسبة. ختام النشرة إلى عناوينها: اللواء البحسني يطلع على نشاط فريق الحوار الوطني الجنوبي الخارجية. الوزير العكبري يتفقد سير أعمال تأهيل المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بالعاصمة عدن. وقفة احتجاجية لمتعاقدي مكتب الصحة بساحل حضرموت للمطالبة بحقوقهم. دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.